مع عودة القروض الاستهلاكية السنة المقبلة وبغية تفادي لجوء المواطنين للقروض الربوية التي توفرها البنوك العمومية، ألح الأمين العام لبنك البركة الجزائري على وضع صياغ جديدة للقروض البنكية تتوافق مع الشريعة الإسلامية. في إشكالية كبيرة بالنسبة للتعامل بالفوائد من الناحية الشرعية، يعني إيجاد خدمات بديلة تراعي أحكام الشريعة الإسلامية في مجال معاملات المالية المصرفية من شأنه أن يرفع الحرج عن فئات عريضة من مجتمعنا المسلم، وكذلك يسمح لهم بالاستفادة من كل الخدمات البنكية والمالية. غياب نظام قانوني خاص بالمعاملات المصرفية الإسلامية لم يمنع البنوك الإسلامية من القيام بمعاملات مصرفية في إطار الشريعة. غياب إطار قانوني وتنظيمي يعني يراعي خصوصيات العمل المصرفي الإسلامي لم يكن مانعا من يعني ظهور ونمو وتطور هذه النشاطات هذه المعاملات في الجزائر. بدأنا بنك البركة الجزائري يزاول نشاطه منذ ما يزيد عن 23 سنة. وأكد محمد الصديق حفيظ المدير العام وعضو مجلس إدارة بنك البركة الجزائري أن مسيري البنك حريصين على تطبيق الشريعة الإسلامية في معاملاتهم المصرفية، وذلك وفقا لقوانين المعمول بها في الجزائر. مسيري بنك البركة حريصين على تطبيق الشريعة الإسلامية في العمليات التي يقومون بها في إطار القانون الجزائري. ونود بهذه الصدد أن نذكر من تعليمات الشيخ صالح حفظه الله أن قال أننا إذا كان فيه تناقض بين الربح والشرع طبقوا الشرع. بنك البركة الجزائري الذي يحتوي على هيئة رقابة شرعية تضبط مسار العمل المصرفي الإسلامي يعد من بين أول البنوك الجزائرية التي منحت قروض استهلاك للجزائريين، وعلى وجه الخصوص قروض شراء السيارات، كما يرحب بعودة قروض استهلاك تسهل شراء التجهيزات لذوي الدخل الضعيف.